من بعد انتظار دام أكثر من شهر ومن بعد ما عرضنا لكم كواليس الفيديو كليب الحصرية، أخيرا أعلنت نارين وسيدرا وشيرين عن تاريخ نزول الفيديو كليب المحدد بالثامن عشر من شهر الأربعة بحساباتهم على الانستغرام بتنزيلهم لها الفيديو القصير. ولكن اللي تفاجأنا منه هو تغير جدول التنزيل، حيث كان من المفترض نزول أغنية نارين ومو ريال لوف بعد الإعلان عنها ونزول أغنيتها مع أخواتها البنات بالصيف الجاي. أخيراً عم نشتغل على الفيديو كليب. قبل شوي كنا عم نصور مقاطع بتجنن، بس ممكن نواجه مشاكل لانه احمد عم يرجف كثير. سو ليتس سي كيف الامور حتكون، بس كل شيء صورناه كان مو طبيعي شو حلو، مو طبيعي شو بريء. فتوجهت لنارين بمساعدة أم نارين وسألتها على هذا الموضوع وليش تغير جدول التنزيل، والإجابة كانت أنه حاسة الأغنية أحلى، وخاصة أنها مع أخواتها سيدرا وشيرين، وكمان تعبت وصرفت عليها كتير، وكمان لأنه شيرين وسيدرا توأم روحها. وصرحت لنا أم نارين عن سر من الأغنية، وهو أنه الأغنية حتكون بالعربي والإنجليزي، فرح نشوف شيء مختلف هالمرة من جهة الستايل والملابس أو حتى تصميم الفيديو كليب. فاختاروا البنات ملابس بعيدة عن الستايل العادي، فركزوا على أكثر شيء غريب وجريء. أما من حيث تصميم الفيديو كليب فرح يكون متمركز باستوديو فقط، وحيكون راقصين ولأول مرة. أما الستايل الموسيقي فما تغير نوعه، فلما نسمعه لأول مرة بنقول هذا ستايل نارين بسبب تشابهه مع ستايل البيتس للأغاني الأولى لناري. وبالأخير حابب أوجه رسالة شكر لنارين وخاصة لأم نارين للتواضع اللي شفته من طرفهم، وكمان للإجابة على أسئلتي. شكراً.